بدأنا مؤخراً نسمع عن الصواريخ فرط صوتية، هو مصطلح تزامن مع استخدام روسيا لهذه الأنواع من الصواريخ في الحروب، لا سيما في الحرب مع أوكرانيا. أحد الصواريخ الفرط صوتية هو صاروخ سيركون الروسي، وهو من نوع الصواريخ المجنحة كروز التي تستطيع المناورة أثناء الطيران. ولكن لماذا مصطلح فرط صوتية؟ سرعة الصوت تصل إلى حوالي 350 متراً في الثانية. عندما يصل الصاروخ أو الطائرة إلى حدود هذه السرعة، يتكون الهواء على شكل قمع حوله، ويسمع صوت انفجار عند اختراق حاجز الصوت، وهو ما يعرف كذلك بالغارات الوهمية. هنا تصبح سرعة الصاروخ فوق صوتية. لكن ماذا عن السرعة الفرط صوتية؟ ما أهميتها؟ تسمعون بالحالات الثلاث المادة: الصلبة، السائلة، والغازية. هناك حالة رابعة تسمى البلازما. في هذه الحالة يصل الغاز إلى درجة التأين، أي أنه يصبح مشحوناً بشحنات سالبة وموجبة نتيجة انفصال الإلكترونات عن الذرات، ويصل الهواء إلى حالة التأين أو البلازما عندما يتخطى الصاروخ 5 أضعاف سرعة الصوت تقريباً، وهنا يسمى الصاروخ بالفرط صوتي. صاروخ سيركون تبلغ سرعته 9 أضعاف سرعة الصوت. تكون هذه السرعة للصاروخ سحابة من البلازما حوله، ما يصعب عمل الدفاعات الجوية وتتبع الصاروخ من قبل موجات الرادار. ولذلك فإن الصواريخ الفرط صوتية تعطي فرصاً أكبر في اختراق الدفاعات الجوية وإمكانية أعلى في إصابة الهدف.